خمس دقائق كانت الطيارات المروحية تفتر حول هذه المنطقة. احنا قاعدين في منازلنا حيث في الساعة وقبل حوالي نص ساعة ما سمعنا الانفجار. لما طلعنا سمعنا طبتين طبة سمعناها بالجو طبة من بالساحة وها أن السيد القائد مقتدى الصدر سمانا السلم أثناء التجميد، والآن يسمينا الموت الذي منه يفرون. كشو ما عندنا لا عندنا ارهابيين لا عندنا مسلحين جت الطيارات بدون اي شيء قصفت وهاي ابسط دليل العبوات مالتهم الشمرتها من المدرعات وجت الطيارات فوقها قصفت البيوت بالمنطقه الحمد لله. الحمد لله.